الحين اهالي عندنا في ذبائح حميده قواكم الله والله يساعدكم ان شاء الله، وان شاء الله رب العالمين في البلاء عنا هذا. بالنسبه لشغل بايوس كورونا احب اوضح فشغلات مهمه بالمعارض. بايوس كورونا يتقسم لنا اربع اقسام من ذلك. القسم الاول اللي هو البسيط اللي يصيب مثلا الحنجه الانف يعني الملعوم الام بسيطه اشح بسيط. هاي تقدر المناعه مالتنا تقدر تقضي عليه. خلافته وجيزه ما يحتاج لا علاج ولا حتى اعراض اي مد ما تظهر عليه، مجرد بس الام بسيطه. القسم الثاني تصاب نفس الشيء هم البلعوم هاي شويه شلون الانفلونزا شلون النشله اللي عندهم. هذه ايضا نقدر بالعلاجات تقضي عليها، العلاجات لمده 3 أيام 5 أيام نقدر واحد زائد مناعته هم كذلك يقدر يقضي عليها. القسم الثالث هو من يعبر من الانف والحنجره يعبر مني وحده رئتين. هنا هم كذلك نفس الشيء. الناس اللي عندهم مناعه قويه يقدرون خلال علاج مالت الالتهابات خلال فتره من 15 الى 21 يوم ايضا الحمد لله رب العالمين يقدر يسيطر عليه. المشكله وين؟ المشكله بالقسم الرابع اللي هم اصحاب المناعه القليله اللي هم لا سمح الله امراض الاوام اللي عندهم سكر ضغط هاي الامراض المزمنه ربو وغيرها هاي الامراض المزمنه تعرفون هاي مناعتهم تصير ضعيفه. هذا الفيروس من يجي يصير هنا تصير شغلتهم شويه صعوبه يحتاج علاج يحتاج دعاء لنا وان شاء الله نسال رب العالمين يدفع هذا البلاء عن هاي الامه. فنرجو التعاون وياكم بالحجر اخوان اهم شيء الحجر البيتي الحجر المنزلي لا صدقني صدقني هو هذا الحل. لا تستهيني لا بالكمامه ولا بالتوبه ونتمنى لكم يا كل التوفيق. شكرا جزيلا دكتور قاضي دمتان حسين اختصاص المفاس في مستشفى الحج المستشفى الحسيني التعليمي ونتمنى لكم يا رب العالمين السلامه وان شاء الله